ماذا أصاب حديقة؟ لقد فقدت أزهارها وماتت أطيارها وذبلت أزهارها. ما بك أيتها أسر؟ لماذا أنت حزينة؟ أنا عطشانة، أنا بحاجة إلى الماء. وما بك أيتها الزهرة؟ لقد بلت ولم أعد أقوى على العيش، أنا عطشانة. وما بك أيتها الأرض؟ يا إلهي، لقد جفت الوديان والينابيع لأن المطر لم ينزل منذ مدة. سوف نقدم لكم مسرحية ترشيد استهلاك الماء، وهو عبارة عن تمييز مشروع نهاية السنة الدراسية نهاية الثلاثي الثالث. تفتح المحكمة اليوم قضية المدعية قطرة الماء والمدعى علي الإنسان المسرف بقضية تبذير الماء بلا حسبان. يا سيد المقاضي، أشكو إليكم لهذا الإنسان المسرف، لقد قام بسفك بلا حسبان، أصبح يهددني في كل مكان. وأليس هذا غفل أني نعمة بنعم الله سبحانه وتعالى، وأنه قال في حديثه الكريم ونعلم الماء كل شيء حيا. لا تقولي ذلك ولا تكذبي أيتها القطرة، فأنا لا أستخدمك إلا لحاجة الضرورة. لا يسمح لك أيها المسرف أن تتكلم دون أن يؤذن لك. تابعي أيتها القطرة وتقولي بأي ضرورة وبأي حق التي تجعلك تفتح سبل الماء ولا تغلقه حتى الانتهاء، وفي المطر سأهدر بلا حسبان، وعلى سيارتي تصفو جوالي من الماء، ولو قصرت بالقليل لغسل الفنائي، والأطفال يلعبون بهنائي وسعادة أمام عينيك، هذا حالك دائما مع الماء، وإن شفت المياه، لماذا ستشربون؟ لماذا تسكن هذه النباتات الضئيلة؟ وكيف لي وأنا شريان الحياة؟ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصرف ولا كنت على النار رجال، فعليك بالدرس الحثيث المراقبة حتى لا تواجه هذه المصيبة التي كنت أنت سببها. يا أيها القاضي، ما تقوله هذه الخضرة مبالغ فيه، فأنا لا أستخدم الماء باستمرار وأستعمله يوميا بدون انتظار، فالماء لنا خير وشعار. وإن فتحت صنبور الماء لن أغلقه حتى الانتهاء، فالاستمتاع بسكب الماء ليبرد أجواءك
ولعب الأطفال به فلا خير إن زدنا لهم خيرا. ماذا تقولين عن هذا الكلام يا خديجة بنت دعني؟ يا حضرة القاضي، لقد قال بنفسي في السابق قال أنه يستعملني لحالة ضرورية، والآن يقول اللغو والمرح والاستمتاع. ماذا تقول في هذه الدعوة أيها المسلم؟ هاتين الكلمتين متجابهان تتجابهان. بعد سماع الأقوال من المدعية خطر الماء هو الإنسان والإنسان المسرف، وبعد المداولات حكمت المحكمة على الإنسان المسرف أنه ظالم لنفسه بتبذيره وإسرافه لنعم الله عز وجل. يحيى العدل، يحيى العدل. وأنت أيها المسرف يجب عليك الاقتصاد والاعتدال في نعم الله، فهي نعمة من نعم الله تعالى يجب المحافظة عليها في كيفية استهلاكها. أنا يوسف سياسي وقد تقمصت دور قطرة الماء التي كانت مدعية. أنا رافض زمان وقد تقمصت دور المسير. أنا محمد البياني وقد اقتمصت دور القاضي. تقمصت؟ وأنا ياسين الجيب محمد ياسين الجيب لقد تقمصت دور الإنسان المسير. شكرا لكم. شكرا لكم. لا ترحل يا خطرة المطر، فنحن لا نقوى بالعيش بدون مطر. الماء أنت وأنت أغلى من الذهب والذرة، من نبات الحال والطير الشاد ولأبناء البشر. سنهلك جميعا بدون ماء، وستصبح الأرض القاحلة جارية، وستنتشر الأمراض والأوبئة. لن تبقى أي كائن على هذه هذا الحال، ومصيره للفناء. هيا جميعا رددوا معي، لعل هذه ساعة استجابة للدعاء. مطر مطر بالخير ينهمر، مطر مطر بالعشب والشجر. تهللي تهللي يا أرضنا السمراء، تقبلي تقبلي هدية السماء. مطر مطر بالخير ينهمر. أفضت على صغرين الأم وهي تقوم بغبطة. اللهم أوزانا أن نشكرك على نعمك التي أنعمتنا بها علينا وعلى أهلنا، وأن نعمل صالحا ترضاه. أماه أن أبذر بعد الآن أي قطرة ماء فهي سبيل النجاة لسائر الكائنات. بوركت يا بني، إن روح طبيعة ماء لذلك هو سر الحياة، لذلك علينا أن نتكاتف جميعا لترشيد استهلاك المياه. اللهم غيثا مغيثا نافعا غير ضار. وردت قائلة: الحمد لله الذي أكرمني، يا رحمن يا رحيم.
أيام بحملة النظافة الجماعية ذلك من أجل كسب الأجر وتعميم الفائدة لجميع السكان الحي وبالطبع الزائرين له. ويمكننا أيضا الاعتناء بشكل خاص للنهر حيث يمكننا تجريده من السموم الموقعة فيه بسبب المواد الكيميائية. يا لها من فكرة الرائعة. أنا حقا جد فخورا بأني أملك أبا مثلك يحترم الطبيعة. شكرا لك. هيا نتوكل على الله ونسعى لإنقاذ الطبيعة. إن للطبيعة حق علينا فهي لنا، فنظافتها وجمالها والمحافظة عليها هو حق علينا ومن صنع أيدينا. علمتني يا أبي أن التخطيط والتنظيم هو أساس نجاح أي عمل أقوم به، فكيف إذا كان عمل مسؤوليته والقيام به تقع على عاتق الجميع؟ لأن علاقتنا ببيئتنا علاقة تبادلية يؤثر على كل طرف فيها على الآخر ويتأثر به. أنت رائع يا بني، فقد أعجبتني الفقرة التي قدمتها في الإذاعة المدرسية والتي قدمت فيها إرشادات للمحافظة على الماء، ومنها عدم ترك صنبور الماء بدون إغلاق محكم بعد استخدام مرافق المياه في المدرسة. وعندما نصحت زملائك وقلت من ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون عليه أن يغلق صنبور الماء ولا يبقيه مفتوحا، فالنبي وجه إلى عدم الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري. لنعود يا أبي إلى التخطيط والتنظيم الذي علمتني إياه. أريد أن أصنع برفقتك ومساعدة خطة التعلم وأنشر الوعي فيها فيما يخص المحافظة على الماء ونظافته وكذلك ببيئتنا المهمة لنا. عليك أن تبدأ بنفسك أولا باتباع السلوكيات الصحيحة، ثم تبدأ بنشر الوعي لمن حولك، ومعا نتوسع في أن نكون جميعا يدا واحدة للاهتمام ببيئتنا ومواردها. Yeah.